Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour tout le monde. اليوم راح نتكلموا على موضوع يخص كثير لي ديابيتيك بصفة عامة ولا الناس اللي عندهم لاتيرويد الكواتر ولا كل واحد كيفاش يسميها. والعلاقة اللي موجودة ما بين الديابيت ولاتيرويد. عادة السؤال هذا يرجع كثير، وهناك نقاط مشتركة كبيرة ما بين لا تيرويد وما بين لو ديابيت، وهذه معلومات لازم تكون عند سوى الإنسان اللي عنده غير لا تيرويد، لازم يدير حسابه باللي راهو مرشح انه يولي عنده ديابيت. والديابيتيك اوسي لازم ساعة على ساعة كاين بعض العلامات لازم يفيق لهم قدر يولي عنده ان بروبليم لا تيرويد، لانهم هادو من الامراض الاثنين عندهم علاقة بالميتابوليزم تاع الجسم تاع الانسان. والميتابوليزم هذا عندما يكون خلل على مستوى معين يقدر يأثر ايضا في مستويات اخرى. الحاجة الاولى اللي لازم نعلموها انه دابور الديابيت كما راكم تعرفوا كاين نوعين، ديابيت تيب 1 وديابيت تيب 2. لا تيرويد بصراحة عندها علاقة مع لي دو تيب دو ديابيت. Alors, pour le diabète type 1, السكري النوع الأول اللي هو معروف كوم اون مالادي اوتويمين، يعني عندها علاقة بالمناعة إلى حد ما، يعني بشكل مبسط، واللي تصيب أكثر لي زونفون الأولاد الصغار والمراهقين، وأيضا تقدر تصيب ناس خلاف في سنوات متقدمة 30 35 سنة، ونادرا نادرا جدا في أكثر من هذا العمر. هادو عندهم علاقة، يعني يقدر يكون الإنسان عنده أن أنفون ولا أدوليسون عنده أن ديابيت تيب 1، ساعة على ساعة لازم يدير أن بيلان تاع لا تيغويد، لأنه الخلل عند في المستوى هذا وفي العمر هذا تاع لا تيغويد ما يبانش بعلامات كبيرة بزاف، لأنه يتم نوع من لا كومبونساسيون، نوع من التعويض في الميتابوليزم. وعلى هذيك احنا يعني التوجيه تاعي يروح اكثر للامهات اللي عندهم اولاد تاعهم عندهم ديابيت تيب 1، باللي على الاقل مره في العام لازم يديروا ان بيلون تيرويديان، يعني يديروا تحاليل خاصه بلا تيرويد. اذا كان كلش مليح اهلا وسهلا، نكملوا فقط نعالجوا في الديابيت. اما اذا كان هناك خلل معين قادر يكون فيجب علاجه في اقرب وقت. علاش كاين علاقه كبيره ما بيناتهم؟ لانه في ديابيت تيب 1 لا سيت اون مالادي اوتو ايمون، لا تيرويد حتى هي في معظم الاحيان هما سيت اون مالادي اوتو ايمون، يعني الخلل في التعامل تقدر تصيبه عند نفس الشخص ولكن يخص زوج اعضاء مختلفين، اللي هو ديابيت البنكرياس او لا تيرويد. على هذيك لازم نديرو، وكي نصيبو باللي تو فا بيان مثلا مرة على عام على عام تو فا بيان، مش ضروري نديروه كل عام، ممكن من بعد نديروه كل عامين ولا، اما في كل الاحوال باش ما نتفاجئش عند بعضهم ببعض العلامات اللي قدرات يعني تأثر في اعضاء اخرى. في الديابيت تيب 2 تقريبا حتى هي لازم لو باسيون ديابيتيك تيب 2، رغم انه مثلا في بدايه العلاج ما يستعملش الانسولين وغيرها، ولكن ماهيش اون مالادي اوتو ايمين، ولكن هي سيت اون مالادي تشترك مع لا تيغويد في الميتابوليزم في الايض، دونك الكاربوراسيون تاع الجسم، لانه هما اللي يتحكموا في ما يحتاجه وما لا يحتاجه الجسم. اي خلل على مستوى الكاربوراسيون راح يتاثر في لا تيغويد وفي الديابات. على هذيك عند بعض الناس وخاصة ما يسموه نحن لي بيرسون ا ريسك، اللي هما باغ اكزومبل لي فام ديابيتيك عادة، بيسك لا تيرويد عادة سي اون مالادي دو فام، دو تيير دي باسيون هما النساء وثلث فقط هما رجال. وإذا كان مثلا مرأة عندها ديابيت تيب 2 تستعمل في الدواء تو فا بيان معليش، ولكن عندها باغ اكزومبل العائله تاعها، عندها اختها، عندها اون طونط، عندها اون كوزين، عندها وين لا تيغويد منتشره في العائله هذيك، من المستحسن كل ما تجي فرصه مره في السنه ولا دير ان بيلون تيغويديان وتشوف الخلل،
لان كما حكينا بالديابيت تيب 1 الخلل هذا يقدر يكون غير واضح من ناحيه العلامات، ولكن راح نوري لكم الى حد ما واش هما العلامات اللي يجلبوا النظر تاعنا باش نخمو بالك ماهوش كل شيء من الديابيت، خاطر بارفوا غير نفشلوا اي السكر او غير متوازن. لا لا مش بالضروره، قادر تكون لا تيرويد، الفشل الزائد، ضربات القلب الزائده، خلل في الوزن مفاجئ مثلا بدون ريجيم، واحد تصيبو يرتفع الميزان تاعو الور كو قعد مده طويله وهو الميزان تاعو مستقر، هذا يخلينا نخمو بالك ان بروبليم تيرويديا، بالك لا تيرويد. ايضا بالبيتاسيون، خفقان تاع القلب زايد، تعرق شديد ما كانش قبل، البرد ايضا تحس بالبروده زايده اكثر عندما تقارن مرأة مثلا مع زوجها، ولا تصيب روحها باللي ما كانتش هكذا، ولات تحب تتغطى بزاف، او تحب ترقد في وقت ماهوش ابيتويل، يعني ماهوش عادي انها مالفه ترقد في الوقت هذا، عندما تفض شغل تاعها يعني سواء في الدار ولا البرا تعاود على توندونس توجور ا سالونجي، تحب ديما راهي متكسله وراقده ولا كيما نقولوا متكيه كيما نقولوا في بلايص، باش تكون توجور اون بوزيسيون دو روبو، هذه اي الونجي سورتو. هادم عباره عن دي زانديز، مؤشرات هي يفطنونا باللي المشكل ماهوش بالضروره مشكل تاع ديابيت. على هذيك بارفوا غير باش نري، وهذا جوست افون دالي دون ديتاي، هذا ياثر على ليكيليبر دو ديابيت، ويصبح احد الاسباب اللي يخلو السكر ما يتوازنش، لان احنا كي يجي عندنا ان ديابيتيك ماهوش دائما ندخلو في المعادله البسيطه هذيك تاع راك كليت بزاف، ولا راك ما اذا كان يدير ليبوغليسيمي راك ما تاكلش بزاف، ولا راك تشرب الدواء في ماهوش وقته، سي فغي هذيك القاعده، لكن الاستثناءات كاينه بزاف، ماهوش اي خلل نتيجه الخطأ تاع الماكله ولا الخطأ تاع العلاج ولا تاع ليفور فيزيك، ديابيتيك يخدم بزاف لا غليسيمي قادره تهبط ودير هيبوغليسيمي، ولا ما يديرش اون اكتيفيتي فيزيك بزاف وياكل دونك لي غليسيمي راح يطلعوا. هذه معادله كلاسيكيه معروفه، عاده نسقسيو الباسيون كي يجي باش نعرفوا لو بروفيل تاعو كيفاش راهو داير، كيفاش الحياه نتاعو، هكذا باش نعرفوا هل لو بروفيل هذا يتناسب مع العلامات اللي راهو يشكي منهم ولا لا. لا اما في بعض الاحيان الشكوى تكون موجوده، العلامات اللي كنا نحكوا موجودين، ولكن المتهم رقم واحد ماهوش سكري في حد ذاته، قادرة تكون لا تيغويد. العكس أيضا صحيح، عندما تكون دي فام عندهم لا تيغويد ويداووا ويشربوا في الدواء والأمور يعني إلى حد ما مليحة، ولكن لا غليسيمي قادرة تكون تطلع في اون بيريود وما تفيق لهاش. أيضا لا غليسيمي ألي بوكو بلو ديسكريت، يعني تكون ما كان ولا علامة خارجية ولا والو، خاطر نقدروا نعيشوا بدو 3 غرام بدون علامات خارجية. على هذيك لي فام خاصة اللي عندهم بروبليم تيرويديا مرة على مرة يشوفوا لا غليسيمي تاعهم، وخاصة السكر المخزن هذاك الهيموغلوبين غليكي، بطبيعة الحال بالتنسيق مع الطبيب نتاعها باش يكون يعني الأمر باش يدخل المعطيات هذه في الملف تاع لو سويفي تاع المتابعة تاعها، باش تكون دائما عندنا فرصة انه في حالة ما خرج ديابيت وكانت عندي لا تيغويد من بعد عندي ان ديابيت، يكون ديابيت ساهل العلاج تاعو ساهل، لانه في البدايه وكل شيء يجي اسهل. العكس ايضا عندما نكون ديابيتيك وشكيت بلي عندي لا تيغويد، سي جو في ان بيلان ولا ونصيب بلي لا تيغويد بيرتوربي عندها اضطرابات ولا با لو تريتمون يكون سهل جدا، والتصحيح يكون تري رابيد، وفي كل احيان العلامات كامل راح يروحوا، هذوك من اللي زايدين اللي هما اصلا ما عندهمش علاقه بالمرض الاول، ولكن عندهم علاقه بالمرض اللي يعني الحق جديد سواء تكون لاتيرويد ولا غيرها. دونك هذا باش بور دير باللي العلاقه ما بين لي مالادي هذوم علاقه يعني جدليه الى حد ما، يعني هذا يقدر ياثر ولا يسهل خروج هذاك الديابيت، تقدر تسهل خروج ان بروبليم في لاتيرويد، والبروبليم تيرويديا يقدر يكون ان تيغا ميتابوليك اللي يسمح بظهور ديابيت كي تكون ما كانش ديابيت من قبل.
في كل الأحوال العلاج تاعهم عندما يكونوا متوازنين ما يكون حتى علامة من المفروض، وما يبقاش الإنسان يسفري بالعلامات هذوك، بالعكس راح يتحسن وراح كل مرض من هذه الأمراض يكون غير متوازن، عندما يصبح متوازن يؤثر إيجابيا على تطور المرض الآخر. إذا في كل الأحوال النتيجة راح تكون إيجابية، وراح يكون يعني بريز اون شارج وتكفل صحيح وعلمي، خاصة لأن الأمور هذه تقدر لي مالادي هذم يمشيوا بالعقل بدون أي علامات ويبقوا يأثروا في أعضاء أخرى مثل القلب، العروق، الكلى إلى غير ذلك، وما نفيقولهمش تماما. دونك يفو توجور لي زاناليز هذم باش يقدروا يحسنوا الأمور إلى غد ما. فوالا، دونك هذه هي اللي حبيت نهضر عليها، العلاقة ما بين المرضين هذوم علاقة مهمة جدا ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار، ودائما تكون النتيجة إن شاء الله مليحة، وإن شاء الله تكون دائما لاباس وتفوت علينا الأزمة هذه تاع الوباء هذا، وإن شاء الله تكون دائما هناك تدخلات. السلام عليكم.